بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي دكتورة إيمان رشدي، أنا أستاذ أمراض البطنة والسكر والغدد الصماء في كلية الطب جامعة القاهرة. هنتكلم النهاردة على العلاقة بين ارتفاع السكر في الدم أو ارتفاع السكر عند مرضى السكر والأمراض اللي ممكن تصيب الشرايين، وخصوصا طبعا الشرايين التاجية وتأثير دوت على القلب. هل في تأثير مباشر للسكر على القلب وبيزود لي أمراض القصور في الشرايين التاجية في القلب؟ طبعا ده أكيد. أكتر من 60% من سبب الوفاة في الشهادات بتاعة الوفاة في العيانين اللي عندهم سكر هو الهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة قصور في الشرايين التاجية للقلب. دوت ليه؟ دوت لأن السكر حتى قبل لما شخص إن أنا عندي سكر بيبقى مجرد ارتفاع المقاومة الإنسولين وارتفاع السكر في عيان، غالبا العيانين اللي عندهم سكر عندهم أسباب تانية وعوامل تانية زي السمنة، زي ارتفاع الدهون في الدم والكوليسترول، زي ارتفاع ضغط الدم. كل الحاجات دي بتؤدي إلى زيادة تصلب في الشرايين وقصور في الدورة الدموية بتاعت القلب. فالعيان حتى قبل لما يتشخص ان هو عنده السكر ممكن جدا يبقى جاي بيعاني من مشاكل في القلب، وانا بالصدفة كدكتور قلب وانا بعمله الفحوصات اكتشف ان هو مريض سكر. يبقى نمرة واحد، لازم المريض اللي اوريدي عارف انه عنده السكر على الاقل ان هو يتابع ويهتم بالعوامل التانية وبوزنه وبكل حاجة، ويتابع مع الدكتور عشان يحمي نفسه من مشاكل القلب، لان دي سبب الوفاة الاول. طيب ايه اللي اقدر اعمله انا بقى كطبيب، او ايه اللي ببص عليه؟ كان دايما الدكتور باصص انه طول ما انا موطي السكر يبقى انا بحمي كده العيان. طبعا مهم جدا ان انا اوطي السكر، لكن في ارقام معينة مش كل الناس اقدر اوطي عند نفس الرقم. يعني انا كطبيب ما ينفعش ابدا ان انا يبقى واحد عنده حاجة و80 سنة او حاجة و70 سنة وعنده مشاكل في الشرايين التاجية وبيخش كل شوية في هبوط سكر، اوطيله سكره قوي واقول انا عايز السكر التراكمي بتاعه يبقى 5.5 و6، انا ببقى عايزاه يبقى 7 7.5، عشان هبوط السكر برضو مش حلو على القلب. في نفس الوقت ما ينفعش ان واحد شاب عنده السكر عنده 30 35 سنة، القلب بتاعه سليم وهيقدر لسه يعيش فترة طويلة وما بيخشش مني في هبوط سكر، ان انا اجي اقوم يعني العيان ده ما بقاش قوية قوي في ان انا اوطي السكر بتاعه واخلي السكر التراكمي بتاعه يبقى 8، ما ينفعش، ولا يبقى 7.5، ما ينفعش، ده لازم ينزل عن 6.5 وممكن كمان 6. يبقى انا بقيم العيان اللي قدامي وبهدي السكر التراكمي على حسب الحالة اللي قدامي. نمرة 2، اختياري للأدوية. كانوا زمان يقولوا انه مش مشكلة ايه الدواء اللي انا هديه، المهم ان انا اوطي السكر بتاعي. لكن بعد كده اكتشفنا ان في ادوية جديدة للسكر، هي مش مجرد انها بتوطي سكر لكن كمان بيبقى ليها تأثير على القلب وعلى الشرايين، بتظبط القلب والشرايين وبتحميهم، وعملوا نتائج كتيرة قوي ودراسات كتيرة قوي بينت انه في ادوية معينة مش بس بتوطي السكر، دي بتحمي القلب، قللت لنا حدوث الجلطات، قللت لنا حدوث الهبوط في عضلة القلب، وإن العيان يخش كل شوية المستشفى بمشاكل في القلب، وقللت لي نسب الوفاة. يبقى الأدوية دي لو هقدر أستعملها في العيان، طبعا ليها شروط وطبعا الدكتور هو اللي بيختارها بيقول أستعملها ولا لا. لو أنا العيان يقدر يستفيد بالدواء ده ومفيش أي حاجة تمنعني أني أنا أستعمل الدواء ده، وهو عنده عوامل تقول انه ممكن يجيله حاجة في القلب زي الكوليسترول وزي الضغط وزي السمنة وزي مشاكل القلب، او حتى في تاريخ في العيلة الوالد او الوالدة او الاخوات حصل لهم مشاكل في القلب، هيبقى العيان دوت احسن حد هيستفيد من الادوية الجديدة دي. المهم ان دلوقتي السكوب بتاعي او اني انا يعني اختياري للدواء بقى اوسع. مهم جدا ان انا اوطي السكر، مهم جدا ان انا اوطي العوامل التانية اللي مع السكر اللي بتأثر على الشرايين زي الضغط والدهون، مهم جدا اختيار الدواء. لو انا العيان ده هيستفيد من الادوية الحديثة اللي بتحمي القلب يبقى استعملها للعيان المناسب. اختيار الدواء المناسب للعيان المناسب والمتابعة هي دي مسؤولية الطبيب الشاطر. كل سنة وانتم طيبين.